لأن أول شيء عملت في الرجاء عملت اختبار لجميع اللاعبين من المينيم اللي هما أقل 15 سنة إلى ليسبوار، ومن خلال هذا الاختبار غير باش تكونوا عندكم فكرة، الاختبار كيدار ب 14 مدرب على الأقل كيكونوا دايرين على الملعب، وكل واحد كيدير التنقيط ديال اللاعبين، من بعد كنجمعهم كلهم وكناخذ النقاط ديالهم تندخلهم في واحد البرنامج في الكمبيوتر، وكل واحد لما كندخل النقاط ديالو المدرب كيوقع بان النقاط ديالو دخلوا في الكمبيوتر، والكمبيوتر هو اللي كيعطيني الترتيب، واحسن اللاعبين هما اللي تيبقاو، واللاعبين اللي كيكونوا في اخر الترتيب. كلمت الاباء ديالهم وقلت لهم بان الاولاد ديالهم ما عندهمش المستوى باش يبقاو في الكره، احسن يتبعوا الدراسات ديالهم. وتفاجأت بان بعض اللاعبين كانوا 4 سنوات أو 5، وقلت للاب ديالو كيفاش ولدك 4 سنين هو تيلعب وعنده مستوى ضعيف، وهو براسو قال لي لانك كنرشي بعض الاخوان. العمل اللي كندير دابا في الرجاء هو بطبيعه الحال ضد الرشوه، وتنفتح الباب لجميع اللاعبين اللي عندهم مواهب، لان عندي لك موهبه من اسره غنيه مرحبا به، موهبه من اسره فقيره مرحبا به. وانا اللي كنشوف من طبيعه الحال المواهب كتكون كثيره في الاسر المتواضعه، لان في الاسر المتواضعه كتكون الرغبه عند اللاعب كتكون عنده رغبه قويه جدا، وهذيك الرغبه القويه هي اللي كتجعله يكون موهوب. وخاص تكون بعلمكم بان كما قال الاخ بعض اللاعبين موهوبين دراري صغار مستواهم ممتاز ما عندهمش الفلوس، خاص يعلم بان احنا دايرين لهم قسم او قسمين او ثلاثه في الرجاء ما تيخلصوشهم، اللي تيخلصوا عليهم هما الاخرين اللي عندهم الامكانيات. اي طفل شاب صغير عنده 8 سنين 10 سنين وعنده موهبه وضعيف ما تيخلصش في الرجاء. وحاجه اخرى عاوتاني، عملت توأمه مع مدرسه اللي هي في بوسيجور سميتها المقري، جميع اللاعبين الرجاء اللي هما متواضعين او بعاد على الدار البيضاء تيقراو مجانا في المدرسه، ما تيخلصوا حتى شي حاجه، وكاينين شي وحدين لقيتهم في الرجاء عندهم موهبه وكانوا خارجين من المدرسه، وانا رغمت عليهم يرجعوا للمدرسه وقلت لهم الى ما رجعتوش للمدرسه ما تلعبوش الكره معايا، ودابا تا هما داخلين مدرسه المقري تيقراو وما عندهم لا ريال لا جوج. اذا انا شخصيا من اسره متواضعه ما يمكنش نفكر في الناس اللي عندهم فلوس، لان في الناس اللي عندهم فلوس مرحبا بهم، ولا سيما اللي كيكون لاعبين موهوبين. وصدقوني كاينين بعض اللاعبين لاباس عليهم في الرجاء وتيلعبوا عندهم مهارات عاليه، وصدقوني بدون ما تيقولوها لشي واحد كيعطوا الصباط ديال الكره كيعطوه لصديقه اللي هو فقير. انا شفتها بعيني وما بغيتش ندخل، لان كاينه علاقه معاهم ممتازه بين اللاعبين اللي هما لاباس عليهم واللاعبين اللي هما فقراء وتيتعاون. ولكن رجاء ما ننساش اللاعبين الفقراء، لان كيلعبوا الكره في المدرسه بدون اي ريال، واللاعب الفقراء داخلين في السونتر دو فورماسيون الان كنصلحوا فيه، وداخلين المقر كذلك بدون ريال بدون جوج. وتنشكركم كثيرا على الاستقبال ديالكم، وتنتمنى بكل صراحه الدراري الصغار اللي كيسمعوني، اللي كنتمنى ملي كتكون في اسره ما عندكش امكانيات وكتظن بان ما تقدرش توصل، راه هذا غلط، لان الا كانت عندك رغبه وكتبعد على الحشيش على الكارو على الشراب وكتتبع الرياضه وكتسمع اش يقول لك والديك، بصراحه راه الرغبه راه تتوصلك. انا عارف عدد كبير من اصدقائي فقراء من درب السلطان او فقراء من بوربون ولا درب غلف ما كان عندنا التريه، خرجنا للقرايه بالستوب، انا خرجت بالستوب ملي خديت الباك خرجت بالستوب باش نخرج، عندي 200 درهم في الدار البيضاء 200 درهم وغادي نقرا في فرنسا، وصحابي نفس الشيء، ولكن راه كلهم دكاتره لان الرغبه كانت قويه. ملي كيكون دري صغير عنده الرغبه وباغي يوصل صدقوني راه كيوصل. اذا اللي كنتمنى ولو يخرج غير واحد او جوج من الدراري الصغار اللي كيسمعوا ويعرفوا بان الرغبه راه كتوصل، نتمنى باش غير واحد فيهم يوصل، لان عدد مع الاسف تظن بان بدون امكانيات ما نوصلوش، وهذا غلط. الرغبه والعلاقه مع الوالدين، الوالدين خصهم يعاونوا الاطفال الصغار، لان بعض الخطرات كيكون الزمن صعيب والوالدين كيتنرزوا على الاطفال الصغار وهذا كيكون مشكل. الى الوالدين ولو صعوبه الزمن كيعطوا حبهم للطفل وكيفسروا له بعض الاشياء،
ويساعدوه في الدراسة ومن طبيعة الحال الرياضة، لأن الرياضة راه كتساعد بزاف 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 على القراية. غير باختصار، راه اللاعب اللي كيلعب كرة وتيجري المخ ديالو كيدخل الأكسجين بكمية قوية، وهذاك الأكسجين تيساعدو باش يفكر ويحل المشاكل الدراسية بسهولة. إذا كنتمنى باش الأطفال الصغار يتبعوا النصائح ديال اليوم ويبعدوا عن الحشيش وبلارو ويتبعوا الدراسة، وبالرغم إن شاء الله يوصلوا. شكرا لكم.